ومعنا عبر الهاتف من اسطنبول السيد صالح الجبري المحلل السياسي اليمني، مرحبا بك سيد صالح. اذا بعد حديث فريق خبراء العقوبات المعني بالشان اليمني في تقريره بان الحوثيين يستخدمون اسلحه ايرانيه متطوره، ما قراءتك لتوازن القوى في الصراع داخل اليمن؟ شكرا جزيلا. ايران داعم رئيسي منذ الأحداث، بل منذ 85 عندما استدعت مجموعة من الطلاب الحوثيين ودربتهم على المذهب الاثنا عشري، وأصبحت النواة الأولى لميليشيات الحوثي حتى انفجر الوضع في 2014 وانقلبت على الشرعية في اليمن. فإيران واضح وتتكلم بصراحة بأنها تقف مع ميليشيات الحوثي الإيرانية، وبالتالي أيضا الحوثي الآن غنم سلاح متطور من المخلوع علي عبد الله صالح الذي قتلته قبل شهرين من الآن. لكن الحوثي في 2014 لم يعني غير الحوثي في 2018 صار أضعف مما كان عليه في 2014، خاصة أنه تم ضرب الكثير من المواقع العسكرية ومخازن الأسلحة. وتغيرت القوى لصالح الشرعية والتحالف العربي في اليمن. طيب إلى أي مدى ترى أداء قوات الشرعية مقابل الحوثيين في ذلك الصراع؟ ما الدور الواجب على المجتمع الدولي في ظل هذا التهريب المستمر للسلاح الإيراني للحوثيين؟ لست خائف الآن من التسريب الإيراني، لأنه الآن أصبحت معظم الموانئ اليمنية بيد الشرعية. الحوثي قد سرب الكثير واستورد الكثير وهرب الكثير من الأسلحة قبل الحرب وأثناء الحرب، عندما كانت ما زالت اليمن لم تتدخل فيها قوة التحالف العربي. الشرعية اليوم تملك مساحة 85% من مساحة اليمن بيد الشرعية، لم يبقى إلا القليل بيد ميليشيات الحوثي بما فيها العاصمة صنعاء، والحرب في أكثر من جبهة. أصبح الحوثي الآن في مقام الدفاع والهزائم تتبه كل يوم، وينهزم في جبهات صعدة، في حجة، في تعز، في مأرب، في البيضاء، هناك جبهات مشتعلة. ولو استمرت هذه المسيرة بشكل قوي ودعم من التحالف العربي بشكل يومي سنسمع مفاجآت خلال الأسابيع والأشهر القادمة القليلة. ماتس وزير الدفاع الأمريكي قال إن إيران ضريعة في إثارة أزمات المنطقة كافة، إلى أي مدى أصبحت اليمن يعني أحد القواعد لتصدير هذه الأزمات في المنطقة؟ إيران هي عندما سقطت العاصمة صنعاء قالت سقطت العاصمة الرابعة بيد الإمبراطورية الفارسية الإيرانية، لكن للأسف أمريكا والغرب يعني يصرحون فقط عبر وسائل الإعلام، ولكنهم متواطئون حقيقة مع المشروع الإيراني بين قوسين ضد المشروع العربي الإسلامي الحقيقي. وبالتالي للأسف الشديد هناك تواطؤ غربي وتواطؤ من مجلس الأمن، رغم أن هناك في قرار واضح 22/16 في تسليم أسلحة ميليشيا الحوثي الثقيلة للدولة والخروج من المدن الرئيسية أن يتحولوا إلى حزب سياسي، واليمن واقع تحت البند السابع، وبالتالي للأسف أصبحت قرارات دون تطبيق عملي في الواقع العمل، وهذا مما شجع ميليشيات الحوثي وإيران بالذات. أخيرا أستاذ صالح، بعد تعيين مجلس الأمن البريطاني مارتون جريفيث مبعوثا خاصا لليمن، ما الذي ينتظره اليمنيون من هذا المبعوث الجديد؟ شخصيا لست متفائلا بالمبعوث البريطاني الجديد. بريطانيا قبل اسابيع قليله التقت بالحوثيين في مسقط في عمان، وبينهم المبعوث الجديد في لقاء خاص للاسف الشديد، وهناك اتفاقات من تحت الطاوله. الغرب وتحديدا بريطانيا تريد الحفاظ على ميليشيات الحوثي للاسف الشديد، ولا ننسى بان وزير خارجيه البريطاني هو من اصل يهودي، وبريطانيا لها مطامع في اليمن، فلست مستبشرا بالتعيين الجديد، وقد يكون للاسف الشديد يعني سيسير مسلك سيء أسوأ من سابقيه، وبالتالي ليس هناك من حل في اليمن الا الحسم العسكري، ويبدو لي ان 95% من المؤشرات في اليمن بان الحسم في اليمن سيكون الحسم العسكري، والايام القادمه حبلى بالمفاجات. شكرا جزيلا لك هاتفيا من اسطنبول السيد صالح الجبري المحلل السياسي اليمني.